بجنازة عسكرية انطلقت من مشفى بيت جاله الحكومي، بدأت مراسم تشييع جثمان اللواء المناضل أسعد سليمان 79 عاما والمعروف باسمه الحركي صلاح التعمري، حيث نقل جثمانه إلى منزله في بلدة الزعترة شرق بيت لحم لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل أن يشيع بموكب جنائزي مهيب إلى مقبرة البلدة، حيث ووري الثرى بعد أداء صلاة الجنازة وإقامة مراسم وداعه الرسمية. صلاح التعمري الله يرحمه هو فقيد فلسطين كلها، ومن الرعيل القديم في الثورة الفلسطينية، قدم في مراحل الثورة بجميع مراحلها، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الجماهيري الشعبي على المستوى التشريعي. هو فقيد الوطن بأسره وليس فقيدا لبلدتنا الغالية، هو أبى إلا أن يلتحق بركب أسلافه من القادة العظام أمثال الرئيس الراحل أبو عمار، الذي كان يردد دائما ويقول: سيأتي يوم ترفع فيه شبل من أشبال يرفع فيه شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين على مآذن القدس وأسوار القدس وكنائس القدس. هذا وفاء، وفاء الشعب الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني لمناضل وقائد أمضى حياته 80 عام، ترك خلفه إرثا كبيرا من العمل الفدائي والنضالي والمؤسساتي والثقافي الإبداعي الحقيقة. فجنازة الفقيد الراحل شهدت حضورا كبيرا على المستويين الرسمي والشعبي، تخليدا ووفاء واحتراما لمسيرته النضالية الحافلة بالعطاء والتضحية من أجل حرية شعبه ووطنه. الشعب الفلسطيني يودع فارسا متميزا واستثنائيا. صلاح التعمري هو النموذج الأصدق في تجسيد مسيرة النضال الوطني الفلسطيني في كل مراحلها، في الكفاح المسلح، في بناء الإنسان والمساهمة في بناء الدولة بعد عودتنا إلى أرض الوطن. كل المواقع اللي استلمها لم يتغير، كان دمث الخلق، طيب المعشر، وبالتالي كان رحمه الله متميزا في كافة المهمات، وهو يمثل قصة نجاح في حياته. عزاؤنا أنه رحل جسدا ويبقى في الذاكرة والوجدان ببصماته الواضحة على طيلة المسيرة كبطل من أبطال معركة الكرامة. اللواء التعمري تقلد مناصب متعددة بعد عودته إلى أرض الوطن، أبرزها محافظا لبيت لحم وعضوا في المجلس التشريعي عن المحافظة ووزيرا للشباب والرياضة، إلى جانب عضويته في أطر حركة فتح ومنظمة التحرير. فكما قارع الاحتلال صارع المرض حتى توفاه الله ووري الثرى بعد حياة حافلة بالعطاء. هانفة نون، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.